كيلو من الدقيق، وعندي معلقه شمر ومعلقه ينسون ومعلقه سكر وكوبايه زيت وكوبايه الميه الدافيه. ممكن اقلل عن الكوبايه دي ربع كوبايه، هقول لكم بالظبط دلوقتي هنعايرها ازاي او هتظبطوها ازاي على حسب الدقيق، لكن كل اللي باقي ثابت ما بغيرش فيه خالص. معلقه خميره وعندي كوبايه من السمنه وكوبايه من اللبن الرايب. تمام، تعالوا بقى ايه اول حاجه عندي الدقيق اهو، الكيلو بتاع الدقيق انا هشتغل بكيلو، انتوا حابين تنصصوا الكميه نص كيلو او حاجه، بس القراقيش بصراحه هي كيلو، يعني كيلو كده بتعمل معايا كميه حلوه، وبتحطوها بعد كده في علب كده بتبقى لطيفه قوي مع الشاب لبن وبتتاكل هوا يعني، فانا شايفه ان هي مش اقل من كيلو بصراحه. هنبدا نحط عليها الخميره اهو، السكر، الشمر واليانسون اهو، معلقه كده، انا حاطه مطحون على فكره، انا عايزاهم مطحونين. حابين تحطوا برضو معلقه سمسم يمشي الحال، انا مش حاطه سمسم، انا حاطه شمر وينسون وطحناهم، عاملاهم مطحونين، مش عايزاهم صحاح يعني. تمام، وهبدا كده ايه اقلب الدقيق مع الشمر واليانسون والمعلقه السكر والخميرة والكلام ده كله. تمام، رشة الملح بتاعتي، تمام، انا شلت الشوربة من على النار عشان هي تمام كده، هنضربها في الخلاط بس لما نخلص ده. هنقوم جايبين عندي كوباية الزيت وكوباية السمنة، محتاجة كوبايتين دهون على الكيلو، في ناس بتحط اكتر كمان بس انا بالنسبة لي كوبايتين دول تمام. ينفع احطهم كلهم سمنه وينفع احطهم كلهم زيت، لو حطيتهم كلهم سمنه هتبقى ناعمه، هتنفع يعني في الحالتين تنفع، هتبقى ناعمه قوي معاكم، انا بحس ان مع كوبايه او كوبايه دي يعني تحفه، ناعمه وفي نفس الوقت مقرمشه، الزيت بيقرمشها اكتر والسمنه بتنعمها اكتر، شوفوا انتوا حابين ايه، حابين مثلا كوبايه ونص وربع على حسب ما انتوا تحبوا. بصوا بقى انا هبس، انا ما رضيتش اعملها في العجان عشان اوريكم الموضوع سهل ازاي اهو، بصوا ببس كده الدقيق بالسمنه والزيت اهو، بخلط كل المقدار اللي عندي مع بعض اهو، كيلو الدقيق اللي عليه الشمر واليانسون ورشه الملح ومعلقه الخميره ومعلقه السكر، كل الكلام ده كده مع بعض بالشكل ده، هبس عليه كوبايتين الدهون اللي انا حطاهم، كوبايه السمنه وكوبايه الزيت. مش مطلوب ان انا اعجن، انا عايزه ادخل السوائل او الدهون في العجين او في الدقيق اهو، مش عايزه خالص اي دقيق باين. بصوا كل الدقيق اللي تحت ده هقوم مدخلاه كده في العجينه، مش عايزاه يبقى باين خالص اهو، بصوا ببس كده العجين عشان ادخل كل الدهون فيها اهو، ومش مطلوب ان انا اعجن، انا مش عايزه اعجن، انا بعجن كتير لما بكون بعمل معجنات، مخبوزات، عيش، الكلام ده، لكن غير كده مش مطلوب ان انا اعجن، لان انا مش عايزه اخليها زي العيش يعني، مش عايزاها تقطم القطمه بتاعه العيش دي، انا عايزاها قراقيش اهو، طول ما انا شايفه دقيق يبقى محتاجه تتبس. هرفع بس الكم ده شويه عشان نعرف نشتغل اهو، بصوا هجيب بقى الدقيق اللي تحت، لازم البوله تنضف معايا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، بصوا. طب هتقولوا لي احنا لسه ما حطيناش اللبن الرايب وما حطيناش الميه، ده هي بقت طريه خالص. هنا بقى نفس فكرة الكحك، فاكرين عارفين لما كنا بنعمل كحك العيد، مش احنا المية بتجمد معايا العجينة، المية في البسكوت وفي القراقيش وفي الكحك والكلام ده بتنشف معايا العجينة، فأول ما أحط سوائل هتقوم جامدة معايا. أنا كده تمام أوي، بصوا أهو، بصوا شايفين ما عنديش دقيق خالص أهو، كل السمنه والزيت اختفت اهي، بصوا العجينه عندي كده، طبعا العجينه كده غير صالحه ان انا افردها ولا اي حاجه، دي طريه بزياده هتقطع معايا،
كلها سمنه، عباره عن سمنه. بصوا شايفين عامله ازاي؟ انا بوريكم القوام عشان تبقوا عارفين ان ده انتوا ماشيين صح وانتوا شغالين. اهو خلاص كده تمام قوي. هبدا بقى في المرحله دي احط عليها كوبايه اللبن الرايب. تعالوا ايه؟ هحط بقى كده ايه؟ استنوا، بسم الله الرحمن الرحيم. عشان السمنه ايدي بتتزحلق. اهو تعالوا بقى ايه؟ نحط كده المقدار كله اللي عندي بالشكل ده. بصوا البوله طالعه نظيفه فله، ما فيهاش ايه؟ ولا دقيق ولا اي حاجه. اهي. بالشكل ده. تمام قوي كده. هحط بقى عليها كوباية اللبن الرايب كاملة. كوباية لبن رايب. طب ينفع احط مثلا قشطة؟ ينفع احط لبن قطع مني وانا بغليه؟ كل ده تمام. كل ده ينفع. لبن بتغليه قطع منك تمام. ما عندكيش لبن رايب وعايزة لبن عادي تمام. اهو. هبدأ ان انا ايه؟ لسه ما حطيتش المية. انا احنا اتفقنا ان انا مش عايزة اعجن. انا عايزة الم. مش عايزة اعجن خالص. فانا هقوم مورياكوا كده بعد ما هلم باللبن الرايب. بس انا كده لميت، مش عايزه اعجن خالص. تمام؟ اوريكوا كده القوام بعد كل خطوه. بصوا ابتدى ينشف شويه عن ما كنت حاطه السمنه لوحدها، بس لسه عايزه بقى احط مقدار الميه. هجيب عندي كوبايه معياريه اهو، وهعاير بيها كوبايه ميه، وهحط الكوبايه الا ربع كده، يعني هسيب الربع كده هشوف هيعمل معايا ايه. هحطها كده وهسيب ربع كوبايه كده، وهقوم لما برضو العجينه. وابص كده على العجينه اشوف الدنيا ايه. بصوا انا كده بقى عندي عجينه تتفرد وتتقطع والكلام ده كله. انا مش حاسه ان انا محتاجه خلاص الربع التاني. في انواع دقيق بتبقى محتاجه معاكم الربع التاني، تعرفوا امتى؟ اهو بمسك كده الكوره وبقوم فرداها، مش متشققه وناعمه معايا وزي الفل، عارفه اقطعها وعارفه اشكلها وعارفه اشيلها. اهي انا كده تمام قوي، مش محتاجه خلاص الربع التاني. احنا بصوا ما بنعجنش خالص، لم عشان كده بقول لكم ولا عجن ولا اي حاجه، في ثانيه على ايديكم هتعجن. تعالوا بقى ايه ننظف الدنيا كده هنا. احنا وقتنا ايه؟ ممكن تبعوني كده في الوقت؟ تمام. تعالوا بقى ايه ننظف كده الدنيا هنا ونبدا نشتغل. طب انا هشتغل على طول ولا هريح العجينه؟ المفروض اريح العجينه 10 دقائق مش اكتر من كده. طب ده انا حاطه فيها خميره يعني هتخمر وكده؟ لا، هو انا بريح العجينه 10 دقائق. 10 دقائق كده وببدا اشتغل فيها، بس احنا عشان وقتنا هشتغل فيها على طول دلوقتي. التريحه ال 10 دقائق دي بتفرق جدا جدا، يعني بتلاقوا العجينه نعمت معاكم وكله كده دخل مع بعض وبقت تمام قوي. خلاص انا كده تمام والعجينة مظبوطة معايا وزي الفل. خلاص بصوا بقى الحتة دي مع التريح هتظبط خالص، اللي هي الشدة دي، شايفين التقطيعة دي؟